السلام عليكم طلابي وطلاب الصف الرابع الابتدائي، النهارده ان شاء الله هناخد الدرس التمهيدي الدراسات الاجتماعيه وادواتها. طيب انا ليه بدرس دراسات اجتماعيه؟ ايه اهميتها في حياتنا؟ بتساعدنا على ايه؟ قال لي الدراسات الاجتماعيه بتساعدنا على التعرف على اشكال سطح الارض، يعني اعرف كل اللي على سطح الارض من جبال من هضاب من بلاد، وهنعرف كل الحاجات دي بالتفصيل يعني ايه؟ انهار بحار، فبتعرف على اشكال سطح الارض. تاني حاجه الدراسات الاجتماعيه بتساعدني على التعرف على احوال المناخ، اعرف المناخ النهارده بتاعنا حار ولا جاف ولا معتدل ولا بارد عن طريق دراسه الدراسات الاجتماعيه. يبقى الماده دي انا بدرسها عشان تعرفني اشكال سطح الارض، عشان تعرفني احوال المناخ، عشان اتعرف على تاريخ مصر، ادرس التاريخ بتاع مصر، التاريخ الفرعوني، التاريخ الاسلامي، التاريخ مثلا بتكلم عن حرب اكتوبر، بتكلم عن الثورات، كل تاريخ مصر اعرف ادرسه او اتعلمه عن طريق الدراسات الاجتماعيه. كمان الدراسات الاجتماعيه بتساعدني على تعرف على علاقه مصر مع الدول الاخرى. مصر علاقتها مع الدول اصدقائها او الدول المجاوره عامله ازاي؟ يبقى الدراسات الاجتماعيه اهميتها اربع حاجات: تعرف على اشكال السطح، التعرف على احوال المناخ، التعرف على تاريخ مصر وعلاقه مصر بالدول الاخرى. طيب الدراسات الاجتماعيه لازم يكون ليها ادوات. طب ايه هي الادوات اللي انا بستخدمها في دراسه الدراسات الاجتماعيه؟ عندي الخرائط، لازم عشان ادرس الدراسات الاجتماعيه يكون عندي الخرائط، كمان يكون عندي صور. طب تعالى كده نشوف الاول شكل الخريطه. الخريطه بتبقى عامله ازاي؟ ادي الخريطه، يبقى عندي شكل الخريطه، دي اداه من ادوات الدراسات الاجتماعيه. دي كده قدامي دي خريطه مصر، طبعا في خرائط للعالم وفي خرائط كتير جدا. تاني حاجه من ادوات استخدام الدراسات الاجتماعيه او الادوات اللي بستخدمها في تعلم الدراسات الاجتماعيه الصور، برضه بتساعدني في دراسه الدراسات الاجتماعيه. الاطلس، طب ايه الاطلس ده؟ الاطلس ده زي كتاب بيضم مجموعه من الخرائط. ادي الاطلس اهو عباره عن كتاب وبيكون جواه مجموعه كبيره من الخرائط. كل انواع الخرائط اللي بتتخيلها بتكون موجوده داخل الاطلس ده. يبقى الاطلس ده اداه من ادوات تعلم الدراسات الاجتماعيه. يبقى الخرائط، الصور، الاطلس، الكمبيوتر برضو اداه من ادوات تعلم الدراسات، والمكتبه اقدر اطلع المكتبه اخد معلومات اللي انا عايزاها عن اي حاجه في الدراسات الاجتماعيه، والرحلات، وكمان عندي الكره الارضيه. من ضمن ادوات الدراسات الاجتماعيه الكره الارضيه، بيكون عليها كل حاجه برضو كل الخرايط وكل مواقع الدول اللي في العالم والقارات اللي في العالم موجوده على الكره الارضيه. يبقى انا عندي كام اداه اقدر استخدمها في تعلم الدراسات الاجتماعيه؟ عندي الاطلس، الكره الارضيه، الخرائط، والصور، الكمبيوتر، والرحلات، والمكتبه. طيب النهارده هناخد الخرائط اداه من ضمن ادوات الدراسات الاجتماعيه وهندرسها بالتفصيل. قبل ما ادرس الخرائط لازم اعرف الفرق بين الصورة والخريطة. ايه الفرق ما بين الصورة والخريطة؟ أي الصورة بتكون لقطة، الصورة لقطة زي لقطة زي الصور اللي معمولة بالموبايل، لقطة الجزء من سطح الأرض باستخدام آلة تصوير، يعني بستخدم الكاميرا وبنقط بيها صورة، والصورة دي بتطلع زي الحقيقة بالظبط، بتطلع الصورة اللي بيطلع في الصورة بيطلع زي الحقيقة، نفس الألوان، نفس كل حاجة موجودة في الصورة بتطلع. يبقى هي الصورة لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة تصوير. يبقى لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة تصوير. طب إيه الخريطة بقى؟ الخريطة رسم مش لقطة، الخريطة رسم توضيح لجزء من سطح الأرض. أنا برسم جزء من سطح الأرض باستخدام الرموز والألوان ومقياس رسم محدد. يبقى الخريطة رسم. لو جاب لي قال لي إيه الفرق بين الصورة والخريطة؟ الصورة لقطة لجزء من سطح الأرض، أما الخريطة رسم توضيحي لجزء من سطح الأرض. يبقى الصورة لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام إيه؟ بستخدم في الصورة إيه؟ آلة تصوير الكاميرا. طب الخريطة رسم.
يبقى ايه اهميه عنوان الخريطه؟ لو جاب لي هنا سؤال دي ما تفسر اهميه عنوان الخريطه، هقول له بيعمل ايه؟ يوضح ما تحت تفعيل الخريطه من بيان. يبقى عنوان الخريطه يوضح ما تحت تفعيل الخريطه من بيان. طب مفتاح الخريطه، قال لي مفتاح الخريطه ده زي اللي بيكون مستطيل او مربع، يوجد في احد اركان الخريطه، يعني ممكن احط المستطيل ده هنا او هنا او هنا او هنا في احد اركان الخريطه. يكون هو المستطيل ده ايه؟ الوان او رموز، يعني اشياء هندسيه مثلا، مربع، مثلث، دائره، كل شكل من دول بيدل على مكان معين في الخريطه. يبقى المفتاح بيتحط في احد اركان الخريطه بيكون جواه صور او رسومات او الوان او رموز بتدل على اماكن معينه في الخريطه. طب ايه اهميه دليل الرموز والالوان ده؟ يعني المفتاح ليه اسم تاني اسمه دليل الرموز والالوان. طب ايه اهميه دليل الرموز والالوان ده؟ اهميته يوضح يساعد على فهم وقراءه الخريطه. المفتاح في حرف الف فبيساعد على ايه؟ على الفهم. يبقى بيساعد على فهم وقراءه الخريطه. يبقى المفتاح بيساعد على فهم وقراءه الخريطه. لكن مين اللي بيوضح البيانات؟ العنوان. يبقى عنوان الخريطه بيوضح بيانات الخريطه، لكن المفتاح بيساعد على فهم وقراءه الخريطه. وقلنا ان هو بيوجد داخل مستطيل او مربع وبيكون جواه الرموز او الالوان او الصور. يبقى لحد دلوقتي خدنا اول عنصرين من عناصر الخريطه، عنوان الخريطه اللي بيوضح بيانات الخريطه، مفتاح الخريطه اللي بيساعد على فهم وقراءه الخريطه، اتجاه الشمال ده عباره عن سهم بيشير دائما للشمال، بيرجو يكون موجود في احد اركان الخريطه. اتجاه الشمال سهم يشير دائما الى الشمال. ايه اهميه اتجاه الشمال ده؟ بيعمل ايه؟ قال بيساعد على تحديد باقي الاتجاهات، يعني الشمال عكس الجنوب والشرق عكس الغرب. يبقى اتجاه الشمال يساعد على تحديد باقي الاتجاهات. اتجاه الشمال يساعد على تحديد باقي الاتجاهات. طب تعالوا نشوف مع بعض الاتجاهات بتاعتي. انا عندي جهات فرعيه وجهات اصليه. الاتجاهات الفرعيه والاتجاهات الاصليه. يبقى احنا قلنا هنا اتجاه الشمال فسهل يشير دائما الى الشمال وبيساعد على تحديد باقي الاتجاهات. طب تعالوا نشوف الجهات الاصليه والجهات الفرعيه. الخريطه فيها الجهات الاصليه شمال جنوب، شمال جنوب، شرق غرب. دي اسمها الجهات الايه؟ الاصليه. شمال جنوب شرق غرب. طب والجهات الفرعيه؟ ها هنا عندنا ايه؟ انا عندي كده كده الجهات الاصليه شمال جنوب شرق غرب. طب لو انا عايز اجيب الجهه اللي هنا في النص ما بين الشمال وما بين الشرق هتبقى اسمها ايه؟ شمال شرق. طب لو عايزه اللي هنا ها ما بين الشمال والغرب شمال غرب. طب لو عايز ما بين الجنوب والشرق جنوب شرق. ما بين الجنوب والغرب جنوب غرب. يبقى اتجاه الشمال بيساعد على تحديد باقي الاتجاهات. طب ايه هي الاتجاهات بتاعتي؟ عندي جهات اصليه وجهات فرعيه. الجهات الاصليه تعالى نشوف هنا في الورق. ادي الجهات الاصليه شمال جنوب شرق غرب. شمال جنوب شرق غرب. طب تعالى نشوف الجهات الفرعيه. ها؟ شمال شرق شمال غرب جنوب شرق جنوب غرب. يبقى الجهات الفرعيه شمال شرق شمال غرب جنوب شرق جنوب غرب. بعد كده عندي رابع عنصر معايا وهو مقياس الرسم. مقياس الرسم ده بيوجد في احد اركان الخريطه. ايه اهميه مقياس الرسم؟ بيساعد على تصغير الخريطه، بيساعد على تصغير اي مساحه على الطبيعه لوضعها على الخريطه. يعني عندي مثلا
بيصغر لي اي مساحه على الطبيعه لوضعها فين؟ لوضعها على الخريطه. يبقى تعالى نشوف مقياس الرسم بيساعد على ايه؟ يساعد على تصغير اي مسافه على الطبيعه، اي مسافه على الطبيعه كبيره، جبل، بحر، نهر، اي حاجه، دوله كبيره، بيساعد على تصغير اي مسافه على الخريطه على الطبيعه لوضعها على الخريطه. بصغر اللي على الطبيعه واحطه فين؟ على الخريطه. طيب تعريفه ايه؟ تعريف مقياس الرسم. تعريف مقياس الرسم. يبقى انا مقياس الرسم ببقى عارف حاجتين، اهميته وتعريفه. ايه تعريف مقياس الرسم؟ هو النسبه بين المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. يبقى مقياس الرسم هو النسبه بين، هو النسبه بين المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. دي تعريف. طب اهميته بيعمل ايه مقياس الرسم؟ بيصغر اي مسافه على الطبيعه، حاجه كبيره على الطبيعه عايز اصغرها واحطها على الخريطه عن طريق مقياس الرسم، بيصغر المسافه بتاعتها واحطها على الخريطه. طيب احنا كده خدنا عناصر الخريطه، مقياس الرسم، ومفتاح الخريطه، وعنوان الخريطه، اتجاه الشمال، ومقياس الرسم. بعد كده عندي اخر حاجه في الدرس، اهميه الخريطه. بعد ما عرفت الفرق ما بين الصوره والخريطه، وايه هي الخريطه، تعريفها ايه هي؟ رسم توضيح لجزء من سطح الارض باستخدام الرموز والالوان ومقياس الرسم. تعالى نشوف هنا، قلنا مقياس الرسم من حاجتين، اهميته وتعريفه، وان اهميه مقياس الرسم ايه؟ يساعد على تصغير اي مسافه على الطبيعه عشان احطها فين؟ على الخريطه. طب ايه اهميته؟ طب ايه تعريفه بقى؟ بالنسبه بين المسافه على الخريطه وما يقابلها على الايه؟ الطبيعه. طيب تعالى نشوف انواع، مقياس الرسم. عندي نوعين ببقى حافظاهم، ايه هم انواع مقياس الرسم؟ انا عندي نوعين من مقياس الرسم. مقياس رسم بياني ومقياس رسم خطي. يبقى انواع مقياس الرسم. مقياس رسم بياني ومقياس رسم خطي. لو جاي الشكل ده رقمين، رقم كده لو جاي على شكل ارقام كده يبقى مقياس رسم بياني. لو جاي على شكل مسطره كده يبقى مقياس رسم خطي. يبقى لو جاني النوعين دول يديني اختيارات، مثلا يجيب لي الشكل ويقول لي ده مقياس رسم بياني ولا خطي؟ شكل ارقام زي ده، لو نفس الشكل الارقام دي يبقى بياني. لو جاب لي شكل مسطره كده يبقى ده مقياس رسم ايه؟ خطي. يبقى انواع مقياس الرسم نوعين، مقياس رسم بياني ومقياس رسم خطي. اخر حاجه عندي هي اهميه الخريطه. ايه اهميه الخريطه؟ ودي اخر حاجه في الدرس معايا، اهميه الخريطه. See?